السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا مامي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. هنكمل مع بعض النهاردة اخر جزء في الكونكت بلس لكي جي 1 الترم الثاني، اللي هو الجزء بتاع الستوري، هو الوحيد اللي كان فاضل لنا. القصة هنقراها مع بعض وهعلمك ازاي تقريها لابنك او بنتك، وهعلمك ايه المطلوب منك من القصة دي. تمام؟ القصة اسمها The Mouse and the Lion، الفأر والأسد. تمام، تعال نشوف بقى ايه القصة دي بتقول ايه. بس قبل ما اشوف القصة عايزة اعرف شوية حاجات رفنطوعة كده قبل ما اقراها، تعال نعرف هي ايه. بص هي جميل، بالنسبة للستوري دي هعرف ان كلمة here يعني هنا، تمام، هعرف ان كلمة mouse يعني for، هعرف ان كلمة lion يعني اسد، likes يعني يحب، book يعني كتاب، can see يعني انا استطيع ان ارى، can see يستطيع ان يرى، can't see لا يستطيع ان يرى يعني مش شايف، يعني can see يعني شايف، انما can't see مش شايف. علم ان كلمة little او little يعني زغنطوط، little mouse يعني for زغنطوط. علم ان كلمة eat يعني يأكل، و help يعني يساعد، و net يعني شبكة، bite يعني يعض او يقرقد، كلمة good يعني كويس، و friend يعني صديق. علمه يقول أنا أستطيع أن أساعدك، إن هو يقول I can help you، أنا أستطيع أني أساعدك، I can help you. تمام، هعرفه أن الستوري ليها ثلاث أقسام. القسم الأول اللي هو beginning of story اللي هو بداية القصة، و middle of story اللي هي منتصف القصة، و end of story. يعني الستوري بتنقسم ل beginning بداية، ومدل منتصف، واند نهاية. يلا بينا نشوف الستوري بقى هنذاكرها ازاي. ايه ده عندنا؟ ايه ده عندنا ماوس، واو ده جميل قوي. ده في ايده ايه؟ في ايده بوك، في كتاب. يعني اقرأ كده، here is a mouse، هنا في فار. طب وهنا؟ here is a lion، هنا في اسد. next page، ايه ده الاسد نايم والفار بيقرا البوك. مكتوب ايه؟ مكتوب the mouse الفار likes the book، الفار بيحب الكتب. هنا بقى ايه؟ الاسد نايم والفار واقف. راح الفار قال ايه؟ oh no oh the lion can't see me، الاسد مش قادر يشوفني. the lion الاسد can't see مش شايفني، مي انا مش شايفني انا. تمام، وبعدين كان ماشي بقى الفار مطمن ان الاسد مش شايفه، فالفار قاعد يقول ايه؟ هلو ليان، هلو هلو، اهلا اهلا يا اسد، اهلا اهلا. وبعدين راح الاسد صحى ومسك الفار بايده وقال له هلو ليتل ماوس، اهلا يا فار يا صغنن، هلو هلو. قال له تاني، يبقى نقول الفور قال له، كان مفكر ان هو نايم، قال له هلو ليان، اهلا ليان، هلو هلو. عامل نفسه شجاع بقى. فجأة الاسد صحى ومسك الماوس وقال له هلو ليتل ماوس، هلو هلو، اهلا يا فار يا صغنن. وبعدين الفور قاعد يصرخ ويقول له بليز بليز لو سمحت دونت ات مي، ما تاكلنيش. راح الفور قال للأسد I can help you، أنا أستطيع أني أساعدك. قعد الأسد يضحك، you can't help me، أنت ما تستطيعش أن أنت تساعدني. you can't help me little mouse، أنت يا فار يا زغنطط مش هتقدر تساعدني. فجأة الفور سمع ساوند، سمع صوت. قال إيه؟ قال what's that، إيه ده ايه ده what's that. فجأة لقى ايه؟ لقى نت، شبكة، وقعد على الاسد، والاسد بيقول ايه؟ help 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 help، ساعدوني. تمام، والفار لقى ايه؟ انت انت شبكة، شبكة، I can help I can help you lion، انا اقدر اني اساعدك يا اسد. وجرى الفور قعد يقرقط في الشبكة لحد ما حرر الاسد وانقذه، والاسد قال له yes you can help me، فعلا انت تقدر تساعدني ماوس يا فور. you can
انت استطعت by the net، انت استطعت ان انت تقرقد الشبكة وانقذتني. تمام. وبعدين الاسد الشطور شكر الماوس وقال له thank you mouse you are a good friend، شكرا يا فار انت صديق جيد بالنسبة لي. وبكده نكون خلصنا الستوري الحلوة دي، ويا رب تكون وصلت لكم بطريقة سهلة. وما ننسيش اللايك والشير، ولو استفدت من الفيديو اعمل كومنت حلو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.